ماله عشان قصة الوعي. فأروح للدكتورة دكتورة آلاء فوزي، وفي الفترة الأخيرة من عمر هذا الوطن وما يحدث فيها من أزمات صحية وما يحدث حولنا من صراعات سياسية، والوعي بكل هذا والإعلام كان له دور هام جدا في قضية الوعي ومعركة الوعي وما يأتي من شائعات مع حروب الجيل الرابع والخامس والسادس ونقول الشائعات وكل هذا. كلمينا عن دور الوعي وكلمينا عن عنوان المرأة والثقافة الإعلامية، ما معنى هذا وتأثيره عن المرأة المصرية؟ تفضل. مساء الخير. اولا اسمحوا لي حضراتكم اعبر قد ايه انا سعيده جدا طبعا النهارده ان اتواجد وسط الجميلات اللي موجودين كلهم وحضراتكم جميعا الضيوف، وبشكر بشكل خاص طبعا دكتور ناهد على الدعوه الكريمه. كان يوم لطيف جدا كده، اتقابلت انا ودكتور ناهد في مكان ما وكان عندي عرض، وبعد كده لقيت شخصيه انسانيه رائعه لطيفه كده بتديني دعم كبير بدون سابق معرفة، وبعد كده زي بيقولوا في أرواح بتتلاقى. في حقيقة دكتور حضرتك من الشخصيات اللي تدخل قلب على طول وبتدعم الناس قوي قوي اللي حواليها، ففعلا كلنا أكيد بنحييها. و وأنا جاي كده لحضراتكم بقى عن جيل مختلف فعلا، الجيل اللي انا بعبر عنه، وطبعا بنتكلم عن المراه بالذات وعن الاعلام. بس عايزه ارجع مع حضراتكم لقصه كده انا بفتكرها قوي دايما في ذاكرتي لما ببدا اشوف جيلي انا بيتاثر بالاعلام ازاي. كنت في يوم بتفرج مع والدتي على البوم الصور بتاعها، فطبعا معروف بقى الجيل الجميل بقى الاناقه والشياكه، وكان كل المصريات زي ما حضراتكم عارفين كده اللبس الجميل والشكل شيك قوي في وقتها. ففي يوم بقول لها يا مامي التيير ده حلو قوي، يعني هو لسه موجود عندك او كده؟ قالت لي انت عارفه انا جبت التيير فكرته منين؟ قلت لها منين؟ قالت لي كنت بتفرج على الاستاذه العظيمه ليلى رستم المذيعه الجميله الراقيه جدا جدا كل حضراتكم عارفينها، وكنت اشوف التيير عليها وبخلي الخياطه تتفرج عليه واقلد التيير بتاعها. مش بس التيير، كانت بتقلد اللغه والطريقه اللي بتتكلم بيها ليلى رستم والثقافه اللي كانت عايزه تبدا ليلى رستم، وده مجرد مثال بسيط جدا. من الجيل ده الى جيلي انا، جيلي بقى بيسموه جيل الالفيه، ده حسب بقول لحضراتكم تسميات العلماء والباحثين بيسموا جيلنا احنا جيل الالفيه. مين جيل الالفيه بقى؟ جيل الالفيه ده اللي اتولد شويه كده شاف التلفزيون والفضائيات وهو صغير طفل بدا يشوف الانترنت. هذا الجيل بيتعرض لتحديات من شكل مختلف جدا بالنسبه للاعلام. الجيل كمان اللي اصغر مننا احنا اللي هم دلوقتي جيل المراهقين بيسموه الجيل الرقمي، لا دول بقى اتولدوا على الموبايل زي ما حضراتكم عارفين كده، بتلاقيه لسه يا دوبك عنده سنه وماسك التليفون بيلعب جيمز، اكيد كل حضراتكم بتشوفوا ده. فده جيل الرقمي وليه تحديات، وهسكلمكم شويه عن تحديات جيل الالفيه مع الاعلام. بحث مؤخرا نشرته مؤسسة إبسوس العالمية وصف الجيل الألفية بأنه الجيل القلق تحديدا كده، جيل قلقان طول الوقت، خايف من المستقبل طول الوقت، متوتر وطول الوقت مضغوط جدا. لو جينا نتكلم بقى عن المرأة اللي بتنتمي لجيل الألفية ودراسات وأبحاث كتير بتقول ليه المرأة دي أو الشابة دي قلقانة طول الوقت وحاسة بضغوط طول الوقت؟ لان كل حاجه حواليها بتضغط عليها ومن ضمنها الاعلام. من اشهر الضغوط مثلا اللي بنواجهها في الاعلام الرقمي، واقصد طبعا بالاعلام الرقمي كل المنصات الموجوده التكنولوجيه الجديده، يعني فيسبوك انستغرام تيك توك نتفليكس، حضراتكم عندكم اسامي كتير جدا من المنصات الرقميه. ليه المنصات دي بتشكل ضغوط على المراه؟ اكبر ضغط والدراسات والابحاث بتقول ان المنصات دي بتعرض طول الوقت صورة الجسد البادي ايمج بتاع المرأة بطريقة معينة، بتروج لأشكال معينة من الجسد إن هو ده الشكل المثالي. مش هقعد أدخل معاكم بقى عشان في تفاصيل كتير، يعني أشكال مختلفة يعني مش هدخل مع حضراتكم فيها، بس مهم إن الأشكال دي مش أشكال الطبيعية للجسد. يعني لو بنت عادية
تتكلم مع البنت العاديه خالص، هو ده مش الشكل اللي لازم تكون عليه. مش معقوله كل الستات هتبقى قالب واحد او نمط واحد. طيب احنا بنشوف ايه بقى البنات وهما بيتفرجوا على الانستجرام؟ بقول لحضراتكم ده ابحاث حقيقيه اتعملت مع الفتيات المراهقات والفتيات اللي عندهم 20 و30 سنه. بتتفرجي على ايه على الانستجرام؟ شوف طول الوقت ستات وبنات اشكالهم مش من الطبيعي ان انا اوصل لها. اقل حاجه نفخ الشفايف بقى، الشد، كل الحاجات اللي احنا عارفينها دي مش من الطبيعي ان انا اوصل لها. من كتر ادمان النوع ده من الصور هي بتبدا يحصل عندها حاله من عدم الرضا عن الذات. والدراسات الحقيقيه بتقول كده، ان اغلب بنات وستات هذا الجيل عندهم عدم ثقه وعدم رضا عن شكلهم الحالي. من الناحيه الثانيه ده بيضغط كمان على الشباب، لان كل واحد بيشوف البنت اللي على التيك توك عايز يتجوز واحده شبه البنت اللي على التيك توك، بس بيجي في الواقع بيبص لزميلته في الجامعه بقى، زميلته في الشغل او البنات اللي حواليه مش شبابهم. فده بيخلق ازمه في العلاقات بين شباب وبنات هذا الجيل، وضغط اقتصادي واجتماعي من كل انواع الضغط، لان كمان بقى في رغبه كبيره عند الفتيات والسيدات انهم يستخدموا مش ادوات التجميل العاديه اللي احنا بنستخدمها طبعا، انها تعمل عمليات تجميل، حقن الى اخره. ده بيمثل ضغوط صحيه، ضغوط اقتصاديه، انواع كتير قوي من الضغوط. مش بس كده، الميديا الجديده بتروج لفكره سترونج اندبندنت وومن. اكيد حضراتكم سمعتوا كتير هذا المصطلح اللي هو معناه جميل جدا. هو معناه الست القويه المستقله. ده شيء كل نتمنى نشوف كل السيدات كده طبعا. بس ازاي الاعلام قدمه بقى، الاعلام الرقمي ده؟ التحليل بتاع هذا المصطلح انه تحول لاداه بقى للصراع، يعني مش الست القويه كده اللي استاذه مها كلمتنا عليها واللي الدكتور كلمتنا عليها واللي الدكتور ماهر كلمتنا عليها، الست القويه الصبوره المتعلمه وهكذا. لا، الست المفتريه. وسامحوني. هو ده الشكل، واضح كده ان هيبقى عندي جمهور رجال والنساء. مفيش ست مفتريه، المفروض كده، لكن هذا هو اللي صدره هذا المصطلح. انها مش سيده قويه بتثبت ذاتها وبتاخد حقوقها وبتاثر في مجتمعها، لا. المصطلح ده وده دراسات بتقول كده يا استاذه مها، لما حللوه على الانترنت لقوا انه بيحاول يسوق فكره أن المرأة تصبح متنمرة. هو ده المعنى اللي هم عايزين يصدروه. لا طبعا، ده معنى مضاد جدا للمرأة اللي احنا بنحترمها والنماذج اللي شايفاها دلوقتي. خلق ايه هذا المصطلح والأفكار دي وهي جاية منين؟ طبعا الأفكار دي بالتأكيد أصلا جاية من الثقافة الغربية اللي احنا بنتأثر بيها بشكل ما. فبدأنا احنا ناخدها زي ما هي، من غير مش زي ما هي كمان، ونشوهها اكتر، نشوه الثقافه الغربيه كمان واحنا بننقلها لنفسنا وبنبدا نضر بيها نفسنا. فالدراسات والابحاث كمان بتقول ان النوع ده من الحملات بدات كمان تاثر بشكل سلبي اكتر على العلاقات الاجتماعيه بين الشباب والشابات. مش بس كده، بدات تخلي المراه بتتعرض لعنف اكتر. نتيجة للحالة ده والنوع ده من الخطاب العنيف، المرأة هي الأكثر عرضة لأضرار التحرش الإلكتروني والتنمر الإلكتروني. لما واحدة ست بتنزل صورتها وبتكون ست مشهورة أو أي حاجة من النوع ده على السوشيال ميديا، الدراسات بتقول إنها بتتعرض لتعليقات سلبية وإيذاء وحالات من الإضرار والعنف النفسي واللفظي وأنواع كتيرة جدا من العنف اكتر من الرجال. ده ممكن يكون ليه اسباب ثانيه اكيد، مش ده السبب الوحيد، بس برضه هي في المجال الاعلامي ده هي بتتعرض للكثير من الضغوط زي ما انا بعرض لحضراتكم كده. فالحقيقه اذا احنا النهارده حابين نتكلم، انا شايفه ان مهم قوي ان احنا واحنا بنساعد المراه وهي بتاخد حاجات كتير قوي، وانا برضه أكتر جيل استمتع بتمكين المرأة، شايفة كده جدا. الحقيقة جيلنا إحنا أخد فرص كتير، وإذا كنت يعني مش عايزة أتكلم عن نفسي أنا كحالة، إن في حالات أحسن مني كتير،
بس استمتعت بفكره التعليم لحد ما خدت الدكتوراه وفي سن صغير، بين دلوقتي بدري مش لازم الواحد يوصل سن كبير، مناصب خدنا كسيدات. انا شخصيا بدرس في الاكاديميات العسكريه، يعني اكتر مكان بقى زي ما بيقولوا مصنع الرجال، انا بدرس في الاكاديميات العسكريه للواءات وعمداء وشخصيات يعني بتكلم اكبر كمان مني سنا وبدرس فيهم. فده ايمان كامل وشامل من الدوله المصريه بدور المراه، واحنا مستمتعين بهذا الدور، ولكن عايزين نساعد المراه كمان ازاي تتعامل مع ضغوط الاعدام الرقمي الجديد اللي بيشكلوا عليها باشكال مختلفه. بشكر حضراتكم جدا. شكرا جزيلا، ولكن فعايزك تسترسلي كمان لان كلامك انا مش عايزه اخد من وقت. هنرجع لك تاني الرائعين الحقيقه، هنرجع لك تاني طبعا ان احنا نتكلم اكتر في الموضوع. خلاص شكرا.